الو كما قلت لكم في فقره مع طبيب اليوم ياسر موضوع تريز امبورطون ويهم. احنا اليوم مش ناخذوا الجانب نتاع المراه لكن شاك فوا زيد نطرقوا للجوانب الاخرى اللي تخص الرجل. اليوم نحكيو على التدخين وتاثيراته الجماليه على المراه مع الدكتوره دنيا الغربي. مرحبا بك دكتور مختصه في امراض الجهاز التنفسي. مرحبا بك. عسلامة مدام إيناس وكل الفريق اللي معاك. مرحبا. انا شرفني ديما نبدا متواجده معاكم وانا شرف اللي فرحانه برشا اللي نتطرقوا للموضوع الهام هذايا الا وهو موضوع التدخين اللي يقعد التدخين معنا هو موضوع اساسي. صحيح. حب عند الراجل ولا عند المرأة واحنا اليوم باش نتطرقوا له عند المرأة. أكيد اكزاكتومون. دونك خلينا نبداو نحكيو الناس الكل متفاهمين انه التدخين عنده مضار وسلبيات كثيرة معناها وهو سلبي أكثر منه إيجابي واليوم مالوغوزمون يتأثروا به الناس اللي يدخنوا كيف كيف الناس اللي ما يدخنوش. معناها نحكيو على التدخين السلبي والتدخين الإيجابي أنك تكون ما تدخنش لكن تقعد في وسط يدخن أنتوراج يدخن دونك أنت زاد أوتوماتيكمون باش تتأثر. دونك هنا يلزمنا نختاروا زاد الانتوراج نتاعنا وين نقعدوا. دونك هي تخلينا نحكيو على التاثيرات الجماليه اليوم على المراه ونعرفوا المراه كتمسها في جمالها دونك تولي تتخاف شويه اي تولي ترعش شويه تشعل اللمبوبه الحمراء وقتها. صحيح هو رو في التاثيرات السلبيه ولا الانعكاسات السلبيه نتاع التدخين فما بين المراه والرجل فما قاسم مشترك اللي هو الصحه. معنا لوسكو لا سيجاريت ال فراب معنا لا سيجاريت ولا الشيشه تضرب بنفس الطريقه عند المراه ولا عند الرجل. ماهيش باش تفركس معنا لا كومبوزيسيون اناتوميك هي مراه ولا رجل لا كيف كيف. هذايا فيما يخص القاسم المشترك. لكن اكثر من هذايا المراه عندها مالوغوزمون انها تتاثر اكثر بالتدخين. حب كما قلت مدام ايناس التدخين السلبي ولا التدخين الايجابي معناها حب هي تتكيف ولا اللي دايرين بها يتكيفوا هي تتاثر في برشا حاجات ومنها كما كنت تقول وهو موضوع اليوم هو التاثيرات نتاعها على الجماليه نتاعها. الجماليه بمعنى سون استيتيك فيزيك. مي زاده باش نحكيو على الاستيتيك مورال خاطر زاده تتاثر اكيد والمجتمع زاده يساهم في القلق زادة. اكيد أي. اكيد دونك هي تخلينا نبداو التاثيرات الجماليه. نعرفوا انه التدخين ياثر برشا على السنين على لون السنين على لون اللثه والشفايف كيف كيف يسبب تحويقه العين زاد تظهر ترهلات تجاعيد زاد يظهر لي يساهم زاد حتى في الشياح نتاع البشره ديما البشره تكون شيحه قابله اني تتشقق وفوق هذا الكل يظهر لي انه تظهر المراه اكبر من عمرها. اكزاكت. نحب نقول لك مدام ايناس اللي راهو من الاسباب اللي يجيونا للعياده الاقلاع على التدخين السيدات نجم نقول لك اكثر من 80% من السيدات اللي يجيو يطلبوا الاقلاع على التدخين اللي نحن كمختصين في الاقلاع على التدخين هو النقطه الجماليه. المراه ماهيش باش تجي على صحتها، الرجل باش يجي على الصحه وعلى مواضيع اخرى لكن النقطه هذه وانا عينتها بمرور السنين انه شاك فوا جات المراه هي تحب تقول لك راني تمسيت في جماليتي. والمراه نحبوا ولا نكرهوا المراه هي انوثه. صحيح. المراه هي الجمال، المراه هي الام، المراه هي الشابه، هي السيده، دونك تو سا معناها المربيه اكزاكتومون، دونك الجماليه نتاعها اي تري امبورتونت. ثم باش نبدا بالنقطه اللي هي زاده قاسم مشترك بين الرجل والمراه هي الرائحه. هذه الرائحة الكريهة اللي تقعد بمعنى في الحوايج حتى في الشعر تقعد في الشعر. والمرأة اللي نحن نحطوا برشا فلوس باش نمشي والكل باش نقديو شعراتنا باش نكونوا حتى الرجل راهو كدا في احلى تو سامبلومون في احلى ما نحاولوا نكونوا في احلى صوره هكا صوره اكزاكتومون باش نبدا واحد. وهذه بونك الرائحه كي توصل مثلا من مدخنه تقول لك ما في قالت لي ماما ريحتك كيف ما سندريي هذه ماهيش حلوه بالكل. وهوني بالله رسالة عبر قناة نسمة توا نحب نقول اللي في القعدات نتاعنا في لمات نتاعنا في اجتماعاتنا زادة نحترموا بعضنا وما فماش علاش واحد معنا يتكيف ولا واحدة زادة سيدة تتكيف ونخرجوا كنا ريحتنا بالدخان حوايجنا وريحة سامحني بدينا احنا بالرائحة الكريهة اللي تقعد في الحوايج وتقعد في الشعر وماهيش باهية معناها ماهيش فرونشمون باهية. وهوني الرسالة نتاعي عبر نسمة تي في
نحترموا بعضنا، نحترموا بعضنا، حاب نكونوا في اجتماع، حاب نكونوا حتى في قاعات، حتى في قاعات حلاقة، أنه اللي تتكيف حريتها، هذيك حرة أنها تتكيف. أما تغادر القاعة ولا يغادر القاعة كانوا راجل، خاطر علاش؟ خاطر بعد نخرجوا كنا، وأنا هذه جاتني دي تيمونياج معنا عن بنية جون، جاتني شابة قالت لي الوالد قال لي تتكيف، قلت له ليه بابا ما تكيفش؟ قال لي ليه ريحتك كلها تدخين. أنا اللي قلقني نقول علاشك السيدة اللي تتكيف بيناتنا ولا السيد كيف يضرب التليفون تاعها تقوم وتستسمحنا الكل وتقول لنا بالله يسامحوني وتمشي وتجاوب وتعاود الكره والكره مرتين وثلاثه. الوغ كو كي باش تتكيف ما تاخذ الاذن من عند حتى حد وتتكيف ونخرج احنا حوايجنا كنا تدخين وكنا بدخان وشعوراتنا اكسترا. وظهر لي تلقاو نفس الاعراض معناها وتلقاو نفس المخاطر. بالطبيعه خاطر كيما السلبي كيما الايجابي. السلبي يمكن ساعات يقول لك حتى اكثر معناها عرضه للمخاطر نتاع التدخين اكثر من والله الدراسات كيف كيف احنا كنا قبل نظهر لنا اللي السلبي نو كيف كيف باسكو هو الدخان يخرج من السيجارو يخرج من الفم دونك باش ما نوصلوش للمخاطر الصحيه نقعدوا دونك نحترموا. الميساج نتاعي انه نحترموا بعضنا واللي راهو ديما حريه الاخر تقف كيف تبدا حريتي انا وهوني ما انا كيما انا ما تحبش تسمعني انا تسمع انت شنو تقول في التليفون انا زاد ربما ولا غيري ما نحبش نشم ريحه السيجاريت نتاعي معناتها فما اللي تقاه مريض بالقلب فما المراه الحبله فما اللي عنده حساسيه من الدخان معناتها ما فماش علاش نقلقوا بعضنا الوغ كو الحكايه تنجم تتحل في انه الشخص هذاك جوست كيما قلت لك غادر القاع مالوغوزمون زاد ميساج واحد اخر مالوغوزمون في القهاوي نتاعنا وفي لي سباس هذوما ولي ريستورون ما عادش فما اسباس فيمور ونون فيمور كيما كانت قبل ولا من النادر من النادر لا هو يقول لك تلقى روحك اوبليجي باش تقعد مع المدخنين ساعات حتى يبدا معك صغيرات ما تلقى روحك انت مجبوره باش تقعد مع الفامي نتاعك مع صغارك في بلاصه فيها برشا دخان والا تهز روحك والا فوالا والا تقعد في كيما البرد نتاع اليوم تراسيك تقعد في تراس البرا ولا تقعد في الدار وتقول ما تسالش في الكل اللي هو كيف تدخل في القهوه لو بلو بو يقول لك هاو هذايا راهو فومور وهذا نون فومور وما بيناتهم حتى شيء. اي الوغ ريان دو تو ما فما شيء يقول لك ها ولا فما هكا شويه لوح هكا والكل الوغ كو لا معناها وراه فما قانون معناها هوني نحب نورمالمون اللي فما ليجيسلاسيون موجوده اللي نورمالمون كان نحترموها ما فما حتى ما فماش تطبيق مالوغوزمون القانون. نرجعوا دكتور للمخاطر خاطر مهم برشا زاد حتى النساء اللي تتكيف ولا حتى الرجال اللي يتكيفوا انهم ما ينقصوا من الدخان خاطر فما برشا مخاطر. خلينا نرجعوا لحكايه الجمال الجماليه ظهر لي البوم تاعنا بطبيعتها افيك لو طون بالدخان تتبدل وظهر لي زاد التاثير نتاعو ينجم يكون حتى على اللثه نتاعنا ساعات معناها نشوفوا مراه فمها ازرق اللثه نتاعها زرقاء دوك كان تعطينا اكثر تفسر لنا اكثر المخاطر نتاع الدخان على الجمال وبعديك نحكيو على الامور الاخرى اللي هي زاد مهمه اكزاكت وي بعد رائحه الصوت التدخين عنده تاثير كبير على الصوت منع الاحبال الصوتيه لي كورد فوكال منع بتراكمات لي غودرون وكل شيء منع بشويه بشويه السيده تجيك للعياده الاقلاع التدخين وتقول لك الجمله اللي انا سمعتها برشي كاميرات دكتور صوتي ولا خشين كيف ما الراجل ما تقولكش خشين تقولك كيف ما الراجل هو مش قلقها خاطر خشين خاطر ماشيه ويولي صوتها ذكوري. صحيح. ينجم لو يكون خشين خاطر ان بروبليم هرمونال ولا ثم عباد اصلا ما انا مخلوقين هكاك. اما هذايا وهذايا احنا كاخصائيين في الاقلاع التدخين اون لو بيرسوا بيان معناها تفيق به. تفيق كل محميحه وكل الصوت هذاك تخشخشه والصوت يولي. باش نكمل كما قلت سيادتك مدام هدى ومدام ايناس باش نواصل في نفس النسق زاد اللثه من جانسيف لي ليفغ الشفايف اللي يوليو زرق لي ساق اكل الحوق اللي في العينين و والجلده علاش الجلده برون زاد تولي برشا لابو تغميق تغميق مش حتى تغميق تولي كارتوني علاش خاطر النيكوتين هي اصلا تشيح الجلده ومن هذيك نرجع لكلامك مدام ايناس بكري يولي الشخص ولا تولي المراه تظهر اكبر من عمرها انا في العياده ساعه مره جاتني واحده قالت لي قلت لها قداش من ريت في الدوسي جابوه لي 25 عام قلت لها عاودت لها قلت لها قداش عمرك قالت لي 25 عام وصلت اني طلبت منها الكارد ديدونتيتي قلت ربما صارت غلطه قلت لها باش ناخذ لادغيس ولا حاجه غيان كو بور فيريفيي
خاطر زهرت لي فريمون 20 سنه اكثر وهذاك بالفييسمون دو لابو كي دو على نيكوتين وحاجات اخرين دونك تظهروا كالتجاعيد بشويه بشويه اي لابو بران اون الور معناها اون كولور كارتوني اللي هي مميزه عند المراه المدخنه وهوني هذه المراه وشي عند الراجل مروش وهوني بالله رسالة للسيدات راهو فما كيفوت وقت يوصل وقت اللي الزفاف هذوما الزرقيان تاع الشفايف دوفيان نو ريفيرسيبل ايريفيرسيبل خاطر فما ساعات بالوقت بشويه بشويه كي توقف فريمون بشويه الحوق يرجع بالتوالي بشويه لابو تنجم تتصلح مي كي نتمداو في التدخين يوصل وقت وين اكل سيء ولا عاد ينفع فيه لا مكياج وما نحطو برشا فلوس وان كراند انفستيسمون وما عاد يعطي حتى حتى ريزلتا دكتور ظهر لي زاد فما تاثيرات اخرى بخلاف الكوتي الجميل ظهر لي اثر برشا على خصوبه المراه وحنا نعرفوا اللي برشا نساء معناها يبداو حتى صغار معناتها 18 سنه 19 سنه تبدا تتكيف ما دخلت هي تعرس وتحب تجيب بيبي في عمر 30 32 الا ديجا عندها 10 12 سنه تدخين بيأثر على الخصوبه. قبل ما نوصل لك الخصوبه مدام هدى كنت تسمح لي ديما نقعدوا في التأثير الجمال على الجمال الجمال بمعنى راهو جمال مش كان جمال فيزيك المرأة راهو عندها الميزة أنها مقلقة برشا ماهيش فرحانة اللي نقول فيه أنا هكا ونصرت فيه نعاود لي شفته وسمعته في العيادات نتاعي تاع الإقلاع التدخين راهي ماهيش فرحانة ونجم نقول لكم حتى اللي هي شوية حزينة معناها خاطر اللي ديباسي معناها تغلب عليها الشيء ونظرة المجتمع عند المرأة وعند نحكي على تونس أنا ماهيش معناها تقعد تقول لك زعما إيش باش يقولوا عليا كاني ماشية البقعة وين يلزمها ما تتكيفش جو سيت باغ اكزومبل دار نسيبها دار واحد تبدا تلقى لك 20 معناها مبرر باش ما تمشيش ذاك البقعه هذيك وتقول لك لا وانا باش نقعد اون بلوس ساعتين ما نتكيفش داكوردو والا الشابات زاده اللي تبدا مقبله على الزواج ولا باش يقدموا لها شكون تقول لك انا معناها تجيك فريمون كلي حل رابيد باش تبطل التدخين معناها نظره المجتمع للمراه المدخنه ماهيش ايجابيه والمراه ماهيش فرحانه بالكل بهذايا وحزينه سوف كو انها بدات تدخن و الي ديباسي باغ par la dépendance. معناها ولا هو يحكم فيها مش هي تتحكم فيه. دوتون بلوس كو ما تعرفش معناها هوني فرصه باش نقول اللي راهو فما عيادات لاقلاع التدخين منهم انا معناها مختصه في اقلاع التدخين ونجموا نعاونوها بطريقه طبيه علميه رائعه وسلسه معناها باش تبطل التدخين. نرجع للملاحظه نتاعك المهمه مدام هدى قلت لي تاثيرات التدخين عند المراه اونكور ابار لو نحب على المورال اي المورال من بعد نحكي معناها نجاوبوا هدى بعد نحكيو على المغال نجاوبوا مدام هدى اي ونعاودوا نرجعوا للمغال الخصوبه سي فغي الخصوبه تنقص برشا برشا لا فيرتيليتي لو تباجيزم ينقص برشا لا فيرتيليتي عند المراه وكما كنت تقول معناتها تعرس احنا اون موين داج 30 سنه تقعد معناتها بارابور للمراه اللي ماهيش تتكيف تقعد برشا باش تجيب صغير دونك ثاني حاجه زاده تعطي الحبوب لمنع الحمل لي بيلول زاده هذه تزامن البيلول والتدخين ما يمشيش مع بعضه معناها يا هذا ما نجم يعمل دكتور عنده انعكاسات معناها هوني اهل الاختصاص نجموا يحكيوا اكثر مطولا يعطي امراض في القلب امراض حتى دماغيه معناها بوكو دي في سكوندير بوكو دو مالادي معناها كبار ياسر وهوني معناها هذه اللي نقولوا انا هو موثق علميا معناها سي فما دراسات اللي هي تقول اللي لا بيلول والتدخين ما يمشيوش مع بعضهم وكلمه زاده على المراه الحامل وهوني باش نعقبوا على اللي قلناه بكري على اللي دخنوا في لمات هكا وسون سافوار اللي يمكن المراه اللي قاعده معنا هي حامل هي حامل وتتكيف هي حامل تنجم تكون عرضة للتدخين وبعد تجي تولد معنا ويطلع طفل بريماتوري معنا يجي قبل الوقت صحيح صحيح يساهم برشا في الولادة قبل الوقت اكزاكتومون يطلع ميزانه صغير عليه بورتون هي صغيرة ومرها واضحة الحمل تعدى بالكدا والكل كي نجيو ننجدو بشوية بشوية نلقاوها يما دخنت وهي مدخنة في وقت الحمل نتاعها وإلا كانت عرضة للتدخين السلبي وهذا زاد ونطلبوا دونك بكل لطف عبر قناة نسمة نطلب من السيدات والأنسات اللي ناويين باش يعرسوا ولا اللي متزوجات ويحبوا يجيبوا صغار مدة الحمل
نقفوا على التدخين ونواصلوا زادة في مدة الرضاعة، راهو اللي تعدى فم السيده الحامل ديريكتومون يمشي للجنين ويمشي سي فري هو الجنين ملفوفك البلاسنتا نتاعو الكل، لكن عن طريق الكوردون اومبيليكال هذاك يتعدى كل شيء والسموم كلها تخلط بطريقه ديريكت ويتاثر بها معناها تضر روحها وتضر الصغير زادها وخاصه كما قلت انت المراه الحامل والمراه المرضعه. دونك مدام دنيا في كلمتين معناها العوارض المغال معناها خلينا نختموا بهم يظهر لي سبب في القلق الأرق تبدأ مقلقة المرأة اللي قاعد خاطر هي اصلا ماهيش راضيه على روحها. علاش؟ خاطر هي دخلت في هوني نقولها اونتخ ديمي اللي التدخين هو نوع من الادمان. هو شنو الادمان؟ هي حاجه انا ما نجمش نستغنى عليها وانا نعرف اللي هي تضر فيا. فما ديبوندونس ولات تولي الي سو لا ديبوندونس بالمعنى وتسكر على روحها بمعنى هي الحياه حريه بمعنى ماذا بيتها تخرج ماذا بيتها تمشي ماذا بيتها تجي اي بورتون معنى لا كونترانت تبجيك معنى لو فات انا ما تحبش تمشي ما تحبش اصلا توري اللي هي تتكيف تقولي مقيدة وهذه بطبيعة إذا نتغلق على أنفسنا ينجم يكون نوع من الاكتئاب نوع من العزلة زادة العزلة السوسيال تبعد على وهذه ما هوش به بكل حتى في إطار عائلتها زادة يعطيك الصحة ما عادش وقت جمل الإقلاع سهل ما نحن عندنا عيادات الإقلاع على التدخين وأنا باغ إكزومبل كفينا برشا مختصة في الإقلاع على التدخين هو سيت أن بروسيسوس معناها تجي تاخذ موعد في السبيطار نحلوا لها ان دوسي فما بروسيسوس دو 3 موا عندنا دو ابروش اون ابروش بالدوي اون ابروش معناها هذه شو نقول لنا كومبورتمونتال نتبعهم وتقلع بكل سهوله وبكل اريحيه. يعطيك الصحة دكتور دنيا الغربي مختص في أمراض الجهاز التنفسي. فوالا تقف حريتكم كي تبدأ حريتنا.